وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل. أستاذ تيسير بعد تحية، ونحن نتذكر ثورة 30 من يونيو وما تلاها من إنجازات تحسب للدولة والقيادة السياسية، نجد أبرزها قضية اللحمة الوطنية والحفاظ على نسيج الأمة الواحدة. كيف ترى جهود الدولة في هذا الشأن؟ تحياتي لحضرتك وكل المصريين والمشاهدين القناة الأولى وكل القنوات اللي بتتكلم عن 30/6. 30/6 عودة مصر مرة أخرى إلى المصريين، 30/6 نقطة تحول زي ما حضرتك كتبت التقرير اللي جه شفناه، 30/6 عودة مرة ثانية لمصر، نقطة تحول مهمة جدا شعورنا بيها جميعا بعد أيام سودة عشناها وأيام شفنا فيها التفرقة بين المصريين وبعضهم، اللي احنا عمرنا ما شفنا تفرقة بين المسلم والمسيحي ابدا، بل بالعكس احنا كلنا شعب واحد وايد واحده وجيران، وانا يمكن من ابناء مصر القديمه ودار السلام، ومصر القديمه فيها نسبه كبيره من الكنائس، وبنعيش مع اخواتنا واهلنا في كل مكان في مصر بصدق وباحترام وبمحبه، وبناكد على ان 30/6 دي نقطه عوده مره اخرى لمصر الى المصريين والى ابنائها بعد محاولة لاختطافها، الحمد لله أنها لم تنجح وعادت مرة أخرى إلينا مصر الحبيبة، كلنا إيد واحدة وكلنا مع بعض، كلنا مع القيادة السياسية، كلنا والأيام دي كمان أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا في الأيام دي أكثر كمان لابد من أننا نتماسك ونتكاتف وما نديش فرصة لأي كلام يتقال، لأن الكلام اللي بيتقال من بعض الناس اللي مش ما عندهمش انتماء لمصر وما عندهمش حب لمصر، ما غرضهم الأساسي هو إن هم يشوفوا خراب ويشوفوا عودة مرة أخرى للأيام اللي احنا مش عايزين نشوفها. صحيح. أبداً. ويمكن سيادة الرئيس دايما حريص على ذكر هذا الأمر، فكرة اللحمة والوحدة الوطنية يعني في كل المناسبات. أستاذ سيسير، الحقيقة أنه دول كثيرة من تعرضوا لثورات أو أزمات يعني يحتاجوا إلى عقود وعقود لكي يقفوا مرة أخرى ويستعيدوا رونقهم، لكن نجد مصر بحمد الله استطاعت أن تستعيد قوتها إقليميا وعالميا في فترة وجيزة، إلى ما ترجع ذلك؟ جدعنة وأصالة ابن البلد أولا، رؤية ثاقبة للقيادة السياسية من أجل المصريين جميعا، تلاقت النقطتين مع بعض فرجعت مصر مرة تانية. المصري واسمحي لي هتكلم كده ببساطه، المصري ابن بلد جدع بيحب بلده، فاهم وواعي، بمجرد ما بيعرف ان في امر بيضر بيه او بيقف ضده مباشره بيبقى مع دولته بيبقى مع قيادته السياسيه. القياده السياسيه كمان، ويمكن احنا بنهني السيد الرئيس 30/6 لان هو في الوقت ده تحمل المسؤوليه في وقت فاصل جدا، في وقت كنا محتاجين حد يقود البلد الى بر الامن والامان. بنوجه الشكر للقوات المسلحه وللشرطه المصريه في عوده الامن والامان مره اخرى. عايز اقول لحضرتك ان الامن والامان دي حاجه مش يعني ما لا تقدر بمال، الانسان يبقى عايش في امن وامان، بيته في امن وامان، حضرتك تقدر تروح شغلك وترجعت امن وامان. شفنا في الايام القديمه محاصره مدينه الانتاج الاعلامي ومحاصره المحكمه الدستوريه وامور ما كناش ابدا نتخيلها. تكاتف الشعب المصري وعظمة الشعب المصري وجدعنة وبراءة الشعب المصري ومحبته لبلده وقيادته السياسية المحترمة اللي هي بتعمل دائما من أجله، هي دي اللي رجعت مصر مرة أخرى لوضعها الطبيعي وخلتها تتقدم كمان في حل بعض المشاكل اللي ترتبت على ما قبل 30/6 مع دول أخرى، وعادت مصر أخرى مرة أخرى إلى مكانها الطبيعي. مصر أم الدنيا وفعلا هتفضل أم الدنيا. جزيل الشكر لحضرتك سيادة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، شكرا جزيلا لك.